عشان اللي فاكرك لا نفس اللوك ده كان كده. اتفضل عرف نفسك. احمد محمد اسماعيل من العريش واخويا محمد. انا محمد اخر احمد. احنا جايين عشان نعرف ان احنا فعلا ان احنا لينا حق كده ومش بنسكت عن حقنا، وان اسرائيل لازم تعرف ان احنا اكبر مما اتفضل ان اسرائيل لازم تعرف ان احنا مش هنسكت عن حقنا وهنجيب حقنا. لان دي كلمه ويسكت عن حق ويسكت عن الحق شيطان اخر، دي كلمه لازم نوصلها. وبقالنا يومين وهنكمل كمان لغايه. اسمح لي معلش، انا صورتك وانت واقف نايم بتنام ومرهق، فانا قلت لازم أنا استاذنك الاول ارفع هذا الشريط ولا لا؟ انت يعني الارهاق ده ايه، من شده يعني السفر ولا من احكي لي كده ايه اللي... يعني احنا بقالنا هنا يومين ارتاح يعني ساعتين ما ارتحناش. احنا رحنا عشان نودي حاجه لابويا، هو كان عايزها وقال لنا ما تجوش هنا، بس احنا جينا وقلنا له ان احنا نايمين في البيت اصوف في العريش دلوقتي. ايوه في يعني جاي غصب عنه. امبارح كنا جايين غصب عنه ونفس الكلام، تليفون اتسرق مني. رحت انام في المسجد، رحت اريح في المسجد، التليفون اتسرق. والنهارده برضه كده غصب عنه، ما اعرفش هيحصل ايه. طب بس ربنا يستر. بس هطلع الشريط دوت ما بقاش فيه احراج لك يعني. لا خلاص طيب. وصلت مين عايزين بقى كلنا بقى مع قضيه فلسطين دي وقضيه مصر وكل حاجه، الناس اللي ماتوا دول اخواتنا بس، مش يعني خلاص ماتوا وخلاص. دلوقتي اسرائيل عايز تعمل قضيه على ان هو نزل عالم. يعني اشوف قضيه عالم، مش سبعه ماتوا، احنا عندنا سبعه ماتوا، هم عايزين يعملوا قضيه كبيره عشان العالم، عايزين ورد احمد عشان العالم. طب احنا عايزين ده حقنا السبعه. السبعه اللي ماتوا دول عايزين ناخد، عايزين اهاليهم ياخدوا حقهم. ايه اسف احنا لو ده استفدنا من اسفها؟ لما قلنا احنا اسفين اهاليهم استفادوا ايه؟ عايزين تعويض لاهاليهم، عايزين كلهم يعرفوا مين المصريين. مش هنسكت بعد كده. انا اول مره في حياتي اجي مظاهرات، من زمان انا اصلا بره مصر، اول مره اجي مصر، اول مره ادخل مظاهرات. خلاص بعد كده مش هنسكت، لازم نعرف الناس مين مصريين، والناس دول اللي اهاليهم اللي ماتوا قاعدين يعيطوا، ايه ذنبهم؟ قاعدين على الحدود يتضربوا ليه؟ عملوا ايه؟ قاعدين كده بس يحرسوا مصر يتضربوا في الاخر. خلاص مش لازم. طيبين شكرا.